بسم الله الرحمن الرحيم، راح نكمل المثال اللي بلشنا فيه. راح نضيف له إمكانية رسم تغيرات معادلة من الدرجة الثانية. راح نضيف الـ Object Axis، راح يتم الرسم عليه. راح نضيف كائن بوش بوتوم اللي راح يتم اعطاء امر الرسم. اول خطوه راح اخذ القيم اكس وواي، احنا مثل عاملينهم جلوبال. راح اعمل كمان القيمه زد جلوبال. هلا راح اكتب برنامجي، عندي جلوبال اكس واي زد. معادلتي راح تكون قيمة x راح تبدأ بالصفر بخطوة 1% للعشرة. fx تساوي x نجمة، عندي x راح اسميها، راح اسمي هذا المتحول فليكن j، x نجمة j زائد x نجمة j للتربيع زائد Z. أكسل أو أكسل نرجع نشوفه. تمام، أكسل هون عندي، خلينا نكملها. هاندل دوت أكسل واحد، المحاور اللي حيرسم عليها هي رقم واحد. أكسل واحد بلوت جي او اف اكس فاصلة جي تغيرات، او عفوا بالعكس، جي فاصلة اف اكس تغيرات الاكس الاف اكس، او هون هنسميها اف جي. اف جي حاطين اللون الاحمر هي واي اف اكس. تمام، خلونا نجرب نشغل برنامج. راح نشغل القيمة الأولى والقيمة الثانية. راح اختار العملية ضرب، نتجت عندي القيمة 54. درو نشوف شو الخطأ اللي طلع عنا. تمام، عميلي هون لازم يتعامل مع قيمة مع مصفوفات، وبالتالي لازم تحط نقطة عشان يتعامل مع القيم المقابلة لبعضها. بالتالي رسم لي معادلة من الدرجة الثانية بتغيير هاي القيم. راح يتم تغيير الرسم مثل ما احنا شايفين. بنلاحظ هلا تعلمنا بهذا الفيديو بشكل مبسط التعامل مع التابع جلوبال، شفنا كيف عم نتعامل مع التابع جلوبال ومشاركة الكائنات بين توابع متغيرات عفوا فاريبل، وكيف تعاملنا مع المحاور مع عنصر الاكسس، واعطينا امر رسم بلوك.